مرحبا بكم أصدقائي مشاهدي ومتابعي قناة English with سمير لتعلم اللغة الإنجليزية. درس اليوم سوف يكون حول الحواس الخمسة The Five Senses. ورقة وقلم وهيا بنا. إذن كما ترون أصدقائي لدينا هنا Sense حاسة Part of the body جزء من الجسم Part of the body جزء من الجسم Example وهو مثال example. إذن الحاسة الأولى هي sight اكتبوا معي sight هي رؤية و part of the body هنا نستعمل نعم العين eye okay or نقول eyes العينان eyes لاحظوا كيف ننطق eye في اللغة الإنجليزية I تعني أنا okay. والعين أيضا ننطقها I والذي يفرق هو السياق I إذن eyes two eyes example I can see the car يمكنني أو أستطيع رؤية السيارة إذا لاحظوا sight هي رؤية eyes هي العينان و I can see هذا هو الفعل الذي نستعمله see to see أن ترى okay. إذن هنا رؤية هو اسم sight ولكن الفعل هو to see I see مثلا I see with my eyes أرى بعيني I see with my eyes. إذن sight, eyes, I can see the car. I can see with my eyes. أستطيع الرؤية بعيني. I can see with my eyes. لكن الرؤية باللغة الإنجليزية هي sight. Okay? جيد. نمر الآن إلى الحاسة الثانية. والحاسة الثانية أصدقائي هي smell هي الشم smell ونستعمل للشم nose part of the body nose so smell nose My nose, أنفي. المثال I can smell the food. يمكنني أن أشم الطعام. I can smell the food. إذن smell هو الشم و part of the body الخاص بهذه الحاسة هو nose my nose I can smell the food أستطيع أن أشم الطعام إذن نقول مثلا I can smell with my nose أستطيع شم بأنفي I can smell with my nose okay نمر إلى الحاسة الثالثة حاسة السمع هي hearing السمع hearing okay hearing نستعمل للسمع ear ears yes ears ear one ears two ears مثلا تقول I can hear هذا هو الفعل I can hear the song أستطيع سماع الأغنية I can hear the song hearing السمع ears I can hear the song أستطيع سماع الأغنية I can hear the song hearing ears I can hear the song اكتبوا معي هذه الأمثلة والحاسة الرابعة هي taste تعني الذوق taste إذا نستعمل نعم اللسان tongue taste
tongue. مثلا I can taste the apple. أستطيع تذوق التفاحة. I can taste the apple. I can taste the apple. إذن taste لاحظوا كيف تنطق taste. Tongue كيف تنطق اللسان tongue. I can taste. I can taste the apple. الفعل taste to taste. Okay. وآخر حاسة وهي touch. Touch لاحظوا كيف ننطق اللمس touch touch touch. Okay. إذن نستعمل في هذه الحالة hand hand اليد أو skin الجلد. Okay. لكي نلمس شيئا نستعمل يدنا أو الجلد. Okay. جلدنا أو بشرتنا. Hand skin skin. مثلا I can touch the tree. I can touch the tree. أستطيع أن ألمس الشجرة. I can touch the tree. Don't touch me. Don't touch me. لا تلمسني. Don't touch me. إذن لدينا خمس حواس. Sight, smell, hearing, taste, and touch. ونستعمل لهذه الحواس خمسة أعضاء وهي eyes, nose, ears, tongue, and hand. إذن أصدقائي آمل أنكم قد استفدتم من هذا الدرس. شاركوه مع أصدقائكم لتعم الفائدة. إذا كان لديكم سؤال اتركوه في التعليق. وإلى درس مقبل أراكم بخير.